نحن في هذه الأثناء نتابع كذلك بهذه الصور تحديدا على ما يبدو تمدد النيران إلى محال تجارية وحتى شقق سكنية، كما نتابع في منطقة مر الياس بالعاصمة اللبنانية بيروت، ويعني يسمع أصوات انفجارات متتالية فيما يبدو أنه هي انفجارات يعني معدات داخل محال تجارية مثل بطاريات، أجهزة إلكترونية بحسب المعلومات، وحتى كذلك ربما قوارير غاز بحسب المعطيات الأولية. ولكن على ما يبدو يتحول هذا المشهد إلى حريق كبير جدا بمنطقة سكنية مكتظة بالناس في وقت وساعات المساء بعد عودة الناس إلى منازلهم.